بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. احتضنت القاعة الكبرى برحاب قصر العدل بمحكمة تسجيل أبو كريترا مراسيم تنصيب كل من السيد الرئيس الأول والوكيل العام للملك بها، وإنه لمن دواعي سعادتي أن يكون شخصي المتواضع ومن حظي بالثقة المولوية الغالية وموافقة الجناب الشريف اسماء الله عز أمره لتولي هذه المسؤولية بتسميتي على رأس النيابة العامة بهذه الربوع الطيبة. وبقدر سعادتي استشعر جسامة المسؤولية وثقل الأمانة الملقاة على عاتقي، داعي العلي القدير أن يوفقني حتى أكون في مستوى الثقة المولوية السامية. هذه الجلسة الرسمية المنعقدة وفق تقاليد ضاربة في عمق التاريخ القضائي المجيد للمملكة هي حدث بهيج بحضور سامي الشخصيات القضائية، وعلى رأسها كل من ممثلي المسألة السلطة القضائية الدكتور أحمد الغزالي والدكتور محمد أمين بن عبد الله والأستاذة لطيفة توفيق رئيسة قطب الشؤون القضائية بالمسألة السلطة القضائية، والأستاذة عزيزة هنداز رئيسة شعبة النيابة العامة المتخصصة برئاسة النيابة العامة، وأيضا حضور السيد عامل صاحب الجلالة والوفد المرافق له من شخصيات مدنية وعسكرية، مع وحضور أيضا نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة وأعضاء مجلس الهيئة ومختلف المتدخلين في مجال إنتاج العدالة من مفوضين وعدول وخبراء وتراجمة وموثقين وكل من له علاقة بالشأن القضائي. وأتمنى للجميع التوفيق في مهامهم، وأظل دائما سأظل رهن إشارتهم للمساهمة في تجسيد مجموعة من المقاربات ذات الصلة بمجال التخليق إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وجعل النيابة العامة في خدمة المواطنين، النيابة العامة مواطنة تجسد مجموعة من المقاربات التي استعرضتها من خلال الكلمة الرسمية، وشكرا. هذه الآفة طبيعة الحال العمل يتطلب كذلك انتقال إلى محاكم ابتدائية للاطلاع ومعرفة وتقييم كيفية تصريف سواء العمل القضائي أو باقي الأشغال في هذه المحاكم وظروف إزداء الخدمات ومستواها كي نكون على بينة لما يجري بها بطبيعة الحال إيجاد حلول مناسبة لها بتنسيق مع السيد الوكيل العام للملك. إذن هناك
بطبيعة الحال من خلال الاجتماعات التي سنعقدها، أما أن نضع برنامجا نصفره لزيارة التفقدية في إطار كذلك التفتيش وقضاء التسلسل. وشكرا. وعلى رأسها إشكالية التبليغ التي أصبحت بمثابة معضلة لعدة أسباب، بينها مثلا النقص المعنوي، الأحياء العشوائية التي تعرف بها العشوائي، كذلك الأمر يتطلب حسادة قضاة على دراسة ملفاتي واستيعاب محتواها ووثائقها والعمل بكل جدية وحزم على تقصير عمر القضايا، وذلك بأسرع أحكام داخل مجال معقول. كذلك سنولي ما يستحق التواصل من عناية مع مختلف مكونات العدل ومساعد القضاء من خلال عقد اجتماعات مع كل مع المكاتب الجهوية للسادة، العدول، مفوضون القضائيون، نساخ، موثقون، مجلس السيد النقيب، مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة للوقوف ومعرفة الإكراهات التي تعترض عملهم، والعمل على تنظيم جلسات مع السادة النقيب ومجلس هيئة المحامين لكذلك الاطلاع على أحوال السادة، عمل السادة المحامين، وما كذلك ما يعترض عملهم الإكراهات لإيجاد حلول مناسبة في داخل الأجال المعقولة، وتقارير الاحتياطيين التي تعين نولها أهمية قصوى نظرا إلى الأمر مرتبط بحرية الأشخاص، وإصدار من جهة إصدار الأحكام بعد بطبيعة الحال توفير شروط المحاكمة العادلة لهم، والاستمرار في مع تفشي هذه الجائحة في اعتماد محاكمة عن بعد.